مخاطر ديال الطريق ديما كاينه من الاول من شحال هادي، لان المشكل دابا ديال الجنوب ما كايناش واحد الامن، لا من ناحيه تنظيميه ولا من ناحيه ديال الجسديه، لان نقدروا نقولوا حتى حنا كنا كنهضروا على اللوجيستيك وعلى المعاملات، كانت ديما ما عندهاش واحد التامين، واش نتيني على المخاطر بجميع النواحي، لا ماديا ولا جسديا، والناس مساكن اللي كيخدموا في هذا القطاع بشحال هذه، وحنا كنا كنحاولوا باش ننظموهم ونهضروا بطريقه بحال كما كنتعاملوا مع الناس ديال الشمال، ننظموا القطاع مازال ما تنظمش، وطلبنا بها شحال من مره باش يتنظم، ولكن الى هذه الغايه مازال الى هذه الفتره هذه مازال ما كاين حتى شي نظام مزيان في الاخر هذا. دونك اي واحد دابا كيتجه باش يتعامل مع الناس في الجنوب ضروري ينتظر على انه يقدر يوقع عليه شي حاجه، لا جسديا ولا ماديا. بالرجوع لهذا الواقع ديال مالي، لاحظنا بانه تم القتل دون السرقه ديال المحتويات. هذا هو السؤال دابا، هذا هو السؤال المهم، لان علاش دابا هادو دابا سوا عمليه ترهيبيه، الناس بغاو يخلعوا ناس متضررين من هذه المعاملات اللي ولات شاده واحد الطريق كبيره، معاملات كبيره ولات دابا كتمثل ما بين المغرب والدول الافريقيه، لا في القريبه المجاوره ولا البعيده، والمهني المغربي خاصه السائق ولا المصدر المغربي مشى لواحد الطريقه بعيده بزاف في التعامل، تيقلب على اسواق بالطرق ديالو الشخصيه، ولينا كناخذو كنمشيو للبلايص بعاد باش نحلوا اسواق جديده، لان علاش خاصه هذه الانتاجيه ديال مخطط ديال المغرب الاخضر عطاتنا واحد الانتاج كبير في المغرب، والفلاح ولا المصدر ضروري يقلب على اسواق جديده من غير الاسواق التقليديه اللي كانت عندنا في اوروبا وفي مناطق اخرى، ضروري كنا بعد المنافسه ندخلوا للسوق الجديده اللي هي السوق الافريقيه، وداك الشيء علاش كنا كنحاولوا في هذه السنين الاخيره باش ننظموا القطاع، ما يبقاش خدمه عشوائيه، وننميو شويه الطريقه ديال الخدمه باش الناس تكون عندها شويه ديال التامين، لان كنا كنطالبوا بشركات ديال التامين في المعامله باش انت تدخل معنا في هذا الطريق، وتحل الافاق مع المعاملات البنكيه حتى هي، لان مازال ما كايناش ابناك عندها واحد القيمه كبيره اللي كتشكل واحد لا سيكوريتي واحد الامن بالنسبه لا للمصدر ولا بالنسبه للمعامله ديال الشاري اللي غيشري السلعه في هذه المناطق الافريقيه. دونك حنا عامه النظام ديالنا شحال هذه كنا كنهضروا عليها في اطار ديال الجمعيه ولا في اطار الناس اللي في القطاع باش نحاول نوصلوا لنفس المنظومه اللي خدامين عليها في مع المعاملات في الشمال. فاذا كانت الرساله ديالهم هي الترويع والترحيب، في نظرك واش هذه الرساله المهنيه انهم صافي غادي يهزوا يديهم؟ لا بالعكس، المغربي بالطبع ديالو ديما كيقبل التحدي، لان حنا كما قلت لك انا دابا المغربي مشى بعيد، حنا ماشي الدوله عطاتنا الطريق وكنشكروا على الاخر من الاول سهلات لنا بزاف ديال الحوايج، ملي كتشوف الطريق من هنا قلت لك الكركارات كتطلع الطريق بطريقه ما فيها حتى شي مشكل، فيها الامن وفيها الامان، واش فهمتيني، وهذا بالشهاده ديال الناس كلهم، كتمشي تقدر تمشي في اي وقت لا بالليل ولا بالنهار من هنا حتى الكركارات ما يوقع لك حتى شي مشكل، المشكل كيوقع عند الدول المجاوره، واش فهمتيني، ديك الساعات ضروري كما قلت لك حنايا التحدي قابلينه ومستعدين باش نديروا كاع دي حلول باش نقدروا نديروا ديزيسكورت، واش فهمتيني، السلعه واش فهمتيني نامنوها، واش فهمتيني فعلا غادي تطلب واحد المصاريف اخرى جديده هذا، ولكن باش نهزوا يدينا على منطقه اللي خدموا فيها ناس قبل منا حنايا خدامين فيها سنين هذا، وكاين الناس كاع اللي استقروا تمايا بصفه نهائيه، دونك ما يمكن لكش بسهوله تقول بهذه الطريقه هذه المغربي غيتخلى على سوق، هذه مستحيلات، بالعكس عاد الناس دابا ولاو كيفكروا ولاو كيفاش، واش الناس كيوصلوا لمالي ما كانش خبارهم راه كيوصلوا لمالي، ما كانش الناس عارفين اشنو واقع في السلعه تمايا اللي كتباع تمايا، الكميات اللي كتباع ما عنديش دابا لي ستاتيستيك، ولكن نقدروا نجيبوهم لكم، على ان الكميات اللي كتباع ديال الخضر ولا ديال الفواكه المغربيه اللي كتوصل مجموعه ديال الدول الافريقيه، واش فهمتيني، بالمجهود الخاص ديال المهني المغربي راه دي الشيفر زعما هذا مهمه بزاف. يعني انطلاقا من هذا الشيفر واش ممكن نقول بانه الموائد الافريقيه لا تخلو من مكونات مغربيه؟ نهائيا نهائيا سمك نهائيا
يعني نشوف قاعد دابا حتى ماشي غير ماشي الناس العاديين. دابا حنا دابا كانوا عندنا في الاول المغربي كان كيصيفط غير الجوده الثانيه يعني الدوزيام شوا هو اللي كان كيمشي لافريقيا في الاول يعني لي زيكار هذاك الشيء اللي كان كيبقى من 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 داك الشيء ديال التصدير للخارج كيكون داك لو سيربلو الاضافي اللي كان كيبقى هو اللي كنا كنصيفطو كنصدروه بطريقه سميتو. من بعد ولا المستهلك الافريقي تنمى شويه لو بوفوار داشا ديال الافريقي تبدل ولا كينافس تقريبا الدول ديال اوروبا وهذا. دونك بالنسبه لنا حنا الافريقي هو المستقبل يعني افريقيا في المارشيات ديالها في الاسواق ديالها هي المستقبل. وتما ولاو جميع لي كاتيجوري ديال لا مارشانديز واش فهمتيني كيتباعوا واش فهمتيني. تما كاين الجوده الاولى العاليه كاين السوق ديالها ولاو الناس كيديروا دي غروند سيرفاس لي مارشي واش فهمتيني انترناسيونال ولاو كيستقروا في افريقيا. اذا هادو كلهم خاصهم موردين. حنا بالحكم ديال الموقع الاستراتيجي ديال المغرب هو الوحيد اللي يقدر يعطيك في اي وقت وفي العام على طول العام المنتوج فخي يعني المنتوج بواحد الجوده عاليه في اي وقت بالقرب ديالنا لهاد الاماكن هادو. فعلا حنا هذا المشكل اللي واقع هو ديال اللوجيستيك مازال ما متفوقينش فيه بزاف لان كنعتمدوا بزاف على الطرق ديال الشمال والطرق الاوروبيه. هنا الجنوب ملي كتفوت الكركارات ما كايناش طريق صالحه مزيانه. مي كاين مخطط باش معاونين فيه المغاربه والدول الاخرى باش يقدروا يصيبوا طرقها اللي توصل فيها السلعه بسلامه وبواحد الامن متوفر للناس اللي بغا يتعامل مع الجنوب. ولاني داروا مجهودات كثيره باش نوصلوا لهذا المستوى هذا.